في البداية أود أن أعبر عن افتخاري واعتزازي بثقتي المولوية السامية وبتعييني من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله كمدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تعلمون هذا التعيين يأتي في سياق خاص، سياق ديال الورش الذي أطلقته بلادنا تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة، والذي يهم توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع ومن المواطنين المغاربة. الأولويات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي إنجاح هذا الورش، وسنتعبأ بمعية جميع الأطراف المعنية إن شاء الله حتى نكون في مستوى ثقة المولوية. وشكرا. كنظن أن يعني الآن عاد كانت ولا المنصب كيخص ندخل في الملفات ونشوف يعني الأوضاع كيفاش دايرة. إذا هذه القضية ديال الأولويات من الناحية العملية والبرنامج من الناحية العملية يمكن نتكلموا عليه إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. الآن كنظن أن الوقت شوية يعني ماشي الوقت ديال هذا الان. بسم الله الرحمن الرحيم. التعيين ديال السي حسن مبارك اليوم بعد الثقه المولويه الغاليه اللي حظى بها في المجلس الوزاري الاخير اللي انعقد الاسبوع الماضي. السي حسن مبارك هو كفاءه وطنيه عاليه، كفاءه وطنيه كبيره، عنده امكانيات ومؤهلات كبيره سواء الاكاديميه او خلال المسار ديالو المهني اللي راكمه في المؤسسات اللي اشتغل فيها، واللي هي ساهمت بشكل كبير خلال المراحل السابقه في تطوير المنظومه ديال الحمايه الاجتماعيه والسياسات العموميه في مجال الحمايه الاجتماعيه عموما. وبالتالي انا كنظن ان السي حسن مبارك اليوم بالنظر للرهانات الكبرى اليوم اللي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسه استراتيجيه في بلدنا، كنظن غيدي الواجب ديالو والدور اللي مطلوب من هذه المؤسسه ويقوم به احسن قيام، وهذا مهم جدا. اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محط اعين الجميع، كلشي كيشوف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار المشروع الملكي الكبير ديال الحمايه الاجتماعيه اللي غيشكل ثوره اجتماعيه حقيقيه، ثوره حقيقيه غيعرفها المجال ديال الحمايه الاجتماعيه في بلادنا من هنا لخمس سنين، بحيث غيبدا المحور الاول المتعلق بتعميم التغطيه الصحيه لجميع المغاربه باضافه 22 مليون مغربي اضافي للفئات اللي كتستافد اليوم. بالاضافه هذا غيستمر خلال سنتي 2021 و2022، بالاضافه طبعا الى المحور الثاني المتعلق بتعميم التعويضات العائليه على جميع ابناء المغاربه، هذا سنه 23 و24، وفي السنه الاخيره سنه 25 غيكون الموضوع ديال تعميم التقاعد على جميع المغاربه المشتغلين، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل على جميع المغاربه اللي عندهم عمل قار واللي كيفقدوا العمل ديالهم في الفتره ديال مباشره بعد فقدانهم لعملهم. وبالتالي هذه محاور كبرى ان شاء الله الى بلادنا ان شاء الله استطعنا ننجحوا فيها من هنا لخمس سنوات، غيكون عند بلادنا وجه، غتكون عندها في المجال ديال الحمايه الاجتماعيه وجه حقيقي. وبالتالي لما قال البالغ الديوان الملكي بان الامر يتعلق بثوره حقيقيه، ثوره اجتماعيه حقيقيه، فهي كذلك ان بحيث غتوفر حدود الدنيا ديال العيش الكريم للمغاربه من خلال التعويضات اللي غيطلقوها، وحمايه وكرامه لجميع المغاربه من خلال حمايتهم اجتماعيا في عده مستويات ديال العمر ديالهم من الطفوله الى الفتره ديال العمل الى الشيخوخه. وهذا انا كنظن انه مهم جدا. الى رجعتوا للمقتضيات ديال القانون الاطار اللي نزلات التعليمات الملكيه في الخطابات الاخيره ديال صاحب الجلاله، غتلقاو فعلا الامر يتعلق بالتزامات قانونيه واضحه للدوله متعلقه بتوقيت زمني يعني واضح ما تمه سنه 2025 ان شاء الله.